كل المنتخبات اللي شفناها في العشرين تلاتين سنة اللي فاتت باستثناء طلع صلاح وتريزيجيه بره الموضوع، لكن واحد زي محمد الشناوي ده، واحد زي محمد الشناوي ده يستحق كل الفخر وكل التحية. مموت نفسه في كل مباراة. واحد زي طارق حامد ده يا جماعة مش بيلعب في نادي الزمالك، وانا هنا في قناة الاهلي ارجل عندهم النهارده مدغشقر، وانت قاعد بتتفرج عندهم 11 طارق حامد. اتفرج على ماتش مدغشقر، اللي ما اتفرجش على ماتش منتخب مدغشقر ومنتخب الكونغو فاتوا كتير. 11 راجل في الملعب مموتين نفسهم على كل كوره. مستوى الفني مش قوي يعني، لكن مموتين نفسهم على كل كوره. عندهم 11 واحد محمد الشناوي، عندهم 11 واحد طارق حامد. محمد الشناوي وطارق حامد دول يتشالوا في كفوف الراحه، لان هما الاثنين اللي كانوا بيلعبوا بقلب موتين نفسهم كده. في حاجه جوه القلب كده تخليك تتحرك، ما كانتش موجوده في بقيه اللاعبين. لعيبه كانت عاله على المنتخب، لعيبه كانت وهي موجوده في الملعب تحس ان هما مش موجودين في الملعب. اقسم بالله العظيم انا رحت الاثنين اعضاء مجلس اداره في الاتحاد المصري لكره القدم، واثنين لهم قرار، واتكلمت معاهم في التليفون، ما رحت لهمش عشان القسم والحلفان. قلت لهم يا جماعه حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وده ما ينفعش. طبعا كلهم يعني بيردوا عليا يقولوا لي ايه، ما هو اسلام اصل لا ما حصلش. لا انا متاكد ان هو حصل، متاكد ان الكلام اللي انا بقوله ده حصل، ولكن للاسف الشديد كل حاجه كانت في ايد المهندس هاني ابو ريده. انا ما اعرفش ازاي المهندس هاني ابو ريده باللي احنا نعرفه عنه وتاريخه اللي فات يصل الى هذه الدرجه. وخدوا بالكم، مش باشمهندس هاني ابو ريده لوحده، لا كان هناك كابتن احمد مجاهد ايضا عضو مجلس اداره الاتحاد الذي كان يتحكم في كل الامور. ولما كنا بنقول كده كانت الناس بتزعل مننا. أنا قبل ما أجي قناة الأهلي كنت شغال في قناة أخرى. لما رجعنا من كأس العالم قعدت حوالي 10 أيام فاتح ملف الاتحاد المصري لكرة القدم، والفيديوهات موجودة تقدروا تخشوا تبصوا عليها. كان في حاجة اسمها حكومة الظل في اتحاد كرة القدم. حكومة الظل دي هي اللي كانت بتدير اتحاد كرة القدم، أو كان ليها الدور أو اليد العليا في اتحاد كرة القدم. دلوقتي بعد اللي شفناه وبعد اللي سمعناه، وانا عندي كلام كتير جدا اقدر اقوله لكم، وكواليس مفتوحه جدا وكواليس نقدر نتكلم عنها كتير جدا. والله انا لا اتشفى، انا والله لا اتشفى في اي حد من اعضاء مجلس اداره الاتحاد، كلهم اصدقاء وكلهم محترمين وكلهم تعاملت معاهم وكلهم عارفهم بالاسم وبالفرد وكلت معاهم عيش وملح معظمهم. ولكن ما حدث هو خطأ كبير. الناس زعلانه، ما تعلمناش حاجه من اللي حصل في كاس العالم. كلنا اتكلمنا وقلنا المهندس ايهاب الهيطه راجل محترم قدم عليه، غير هات لنا حد تاني خلال الفتره اللي فاتت. يا جماعه اللي حصل مع منتخبنا الوطني لو تعرفوا بقيه الكواليس وبقيه خلال الايام اللي جايه واحده واحده كده هقول لكم، كل يوم هقول لكم حاجتين ثلاثه من اللي حصلت، وهتشوفوا ان الكلام اللي انا بقوله هنا هيتقال في كل حته. لعيبه تمسك في خناق بعض، والمنتخب جوه بعضه احزاب، مجموعه محمد صلاح والمحمدي وعمر جابر وورده والطقم اللي هو مع محمد صلاح، ومجموعه الاخرى مجموعه المحليين اللي هم ايه ماشيين على جنب ومش عارفين يعملوا ايه، ومجموعه دي يا جماعه مش كده. عمرنا ما شفنا ولا سمعنا منتخبنا الوطني بهذا الشكل.